ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جاءت أسئلة كذلك الدعاء بغير العربية في الصلاة. الإنسان يعني عليه أن يتعلم الأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ما لم يستطع أو لم يتمكن فله أن يدعو بلهجته ولسانه، والله عز وجل لا تختلف عليه الألسنة، بل هو عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، لكن عليه أنه يعني يتعلم الأشياء التي لا بد منها في الصلاة.